اللي هو راجع تعبان. قلت له طب هيصلي على مين؟ على صحيح. ظروفه الصحية. أنا النهاردة قاعد بدور لقيت إن البابا تاني هو بقول الكلام على الهوا، قطع زيارته عشان مكرم مهنا رئيس شعبة الصيادلة، شعبة الأدوية. مكرم مهنا ده ملياردير. بس مكرم مهنا الله الله يديس روحه مات برضه. ماشي باقي صدى الله يرحمه. باقي صدى أحد فقراء هذا الوطن. وكان راجل معطاء وكان راجل محترم قوي. أحد فقراء، خليني أقولها تاني معلش. أنا مصر على التعبير يا أستاذ محمد. كان أحد فقراء هذا الوطن. كل ما يحوح على بلده عمل لنا عمل بطولي كسرنا إسرائيل. اللي كسر أنت إسرائيل البابا ما يجيش يصلي عليه، ولكن يصلي على مكرم مهنا صاحب الأصفار الكتير. احترام الأستاذ مكرم الله. انا ما بتكلمش على ده، كان بتكلم البابا. طيب هنا يا خيار. طيب انا عشان الصوت عندك بيقطع مش قادر اجمع الجمل، خليك معايا. هاخد الاستاذة الو مين يا شباب؟ ميرفت النمر. الو استاذة ميرفت، في ايه في الصوت؟ الو الو يا استاذة، يا استاذة. طيب ماشي الصوت، في حاجه ظبطوا لي الصوت. طيب طبعا انا بضم صوتي لصوت الاستاذ صمويل، انه فعلا مين تاني غير اللواء باقي زكي يوسف ممكن يصلي عليه البابا تودروس الثاني؟ يلا بسرعه. يعني مين تاني؟ يعني ده رمز لن يتكرر، ده تقريبا اخر فرسان اكتوبر، اخر بطل، وهو كان مفتاح النصر والسر. فالحقيقه أنا مستغرب